السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة تعلم بلا توقف مع محمد الصالحي. الآن الدرس الثاني في اللغة الألمانية لمبتدئين، والتي من خلالها سنتعلم نطق الأرقام وقراءة الأعداد والألوان. أولا، قراءة الأعداد. نويل، نويل. أينس، أينس. زفاي، زفاي. دغاي، دغاي. فيه، فيه. فنف، فنف. زكس، زكس. زيبن، زيبن. أخت، أخت. نوين، نوين. تسين، تسين. ألف، ألف. Zwölf, zwölf. Dreizehn, dreizehn. Vierzehn, vierzehn. Fünfzehn, fünfzehn. Sechzehn, sechzehn. Siebzehn, siebzehn. 18 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 30 40 50 60 70 80 90 100 100 und 1 200 300 1000 2000 3000 1 Million 1 Milliarde. الأعداد الترتيبية باللغة الألمانية. لنبدأ. Erste. Zweite, dritte, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Achte, neunte, zehnte, elfte, zwölfte,
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 26. 21. 22. 23. الألوان في اللغة الألمانية. لنبدأ. Welche Farbe ist das? Weiße. Gelb. Orange. Pink. Rot. Braun. Grün. Blau. Violett. Grau. شفاخت. الآن وصلنا إلى نهاية الفيديو. نتمنى أن يعجبكم. لا تنسوا أن تعملوا سبسكرايب ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله.